لفترة طويلة البشر والحيوانات ظلت تنمو وتتطور معا. دخلت KPNP صناعة البيطرة لتطبيق فلسفة الشركة وهي احترام حياة الإنسان والحيوان. KPNP هو البطل العالمي الخفي الذي يهدف للصحة الإنسانية وازدهارها ولتحسين جودة حياة الحيوانات. KPNP منذ تأسيس KPNP في عام 1988 قامت الشركة بالتركيز بإخلاص في بحوث التكنولوجيا الحيوية لتوفير حياة صحية للحيوان والإنسان. بهذا تم الشركة قرائد للصناعة البيطرية. KPNP تصنع العديد من منتجات صحة الحيوان للطيور والأبقار والحيوانات الأليفة والحيوانات البحرية، وذلك بناء على الانسجام الطويل بين الخبرة والتكنولوجيا والإتقان الفائق والمرافق التكنولوجية المزودة بأحدث التقنيات والفلسفة الإدارية النزيهة. في عام 2002 أنشأت KPNP معهد التكنولوجيا. العديد من الخبراء الذين لديهم درجة الماجستير أو الدكتوراه في علم الأحياء الدقيقة البيطري وعلم المناعة البيطرية والهندسة الوراثية والبيولوجية وغيرها من المجالات ذات الصلة تم تجميعهم للعمل معا في هذا المعهد. وقد حصلت الشركة على جميع الشهادات الفكرية التنافسية بما في ذلك 20 براءة اختراع دولية ومحلية وكذلك تراخيص أخرى لطرق التصنيع من أجل اللقاحات الحيوانية والمكملات الغذائية والمضادات الحيوية والمطهرات وغيرها من المنتجات المماثلة. وقد حققت الشركة كل هذا من خلال الاستثمار القوي في مجال تطوير التكنولوجيا. هذا هو مصنع KPNP للهيمفاك فاكسين. مصنع اللقاحات لديه غرفة تخزين برقابة صارمة من أجل البذور الرئيسية للقاحات. هناك أنظمة AHU لمنع انتقال الجراثيم والتلوث وتقليل المخاطر البيئية، ونظم WFI لتوفير مياه ذات نوعية جيدة للقاحات. هناك أيضاً نظام إمدادات الطاقة المزدوجة لتوليد الكهرباء والإنتاج التلقائي. وأيضاً لدى المصنع شهادة ممارسة التصنيع الجيد الكورية، ويعتبر منشأة معتمدة لإنتاج اللقاحات والحقن والسوائل والبودرة القابلة للذوبان في الماء والإضافات العلفة، كما يتم تصنيع اللقاحات والكيماويات في منشأة منفصلة. أما المنتجات عالية الجودة فلديها قسم ضبط جودة خاص بها. وأيضاً من خلال إنشاء مختبر التشخيص السريري، نحن نقدم تشخيص سريع ودقيق للأمراض للمزارع لتحسين إنتاجيتها. تقدم KPNP سلسلة منتجات هيمفاك. منتجاتنا الرئيسية لقاح دالكوبان، وهو أول لقاح في العالم للنمط الجيني 7 للفيروس المسبب لمرض النيوكسل. لقاح داكوبان B+ لمرض التهاب الشعب الهوائية المعدي. لقاح دالكوبان 10 متعدد غير نشيط للوقاية من المرض التنفسي للخنازير. على وجه الخصوص KPNP تقدم مختلف أشكال التطهير للأمن الحيوي. Lifeguard D Life Jacket D هي أقراص فوارة مريحة في الاستخدام. هذه المنتجات لها تأثير قوي كمبيدات للجراثيم. Lifeline مبيد واسع المفعول ويعتبر كمطهر شامل وقوي ضد الأمراض مثل الحمى القلاعية FMD وانفلونزا الطيور AI وإلى آخره. منذ عام 2005 تبهر KPNP نمواً عالياً ومستمراً، حيث تبيع حالياً عدة منتجات جيدة لأكثر من 20 بلد في العالم مثل ماليزيا واندونيسيا ومصر والمملكة العربية السعودية وروسيا ودول أخرى. KPNP توعد بأن تحافظ على المعايير والمبادئ والبحث والتطوير المستمر. KPNP سوف تسعى إلى بذل قصارى جهدها للتعايش والتطور جنباً إلى جنب مع عملائها.